هي الفكره كلها ان بيبقى في توجيه لمركز الاتصال ده، بيبقى عنده اليه منظمه جدا. لما بيلاقي مثلا جات لي 10 شكاوي بمنطقه محدده، بعرف ان في مشكله في المنطقه دي، مهما كان انا قدرتي على مسح الجمهوريه باي عدد، غير لما يكون بيجي لي توجيه مباشر بالاليات الحديثه لعمليه الجي بي اس والحاجات اللي هي بيشتغل فيها مركز الاتصال. محتاجين تغليظ لبعض العقوبات فندم من رايكم انتوا كوزاره التموين؟ احنا طلبنا فعلا تشريعات بتغليظ العقوبات من لجنه التشريع في مجلس الشعب، وهي حاليا معروضه للتغليظ، لان الحقيقه في عقوبات كتير جدا قديمه جدا ما بقتش مناسبه خالص. خالص في حاجات الغرامه تلاقي 50 جنيه خمسة جنيه لكارثة سود. 5 جنيه وفي 5 جنيه لا والله والله وفي 5 جنيه زي ما بيقول كده المهندس ايمن. وفي ساعات اشوف كده حملة على مكان معين فلاقي فيه عربية، كل اللي بتعمله العربية دي، لان هو ده قانون بالنسبة له، انه بيلم شوية الكراسي وشوية ترابيزات البلاستيك يحطهم على العربية ويمشي، هو ده العقاب. تاني يوم بنلاقي كراسي جديدة والمكان شغال عادي، مفيش اي مشكلة خالص. فبالفعل محتاجين تغليظ لعقوبات. لا ده دخل، احنا دخلنا مجموعة قوانين كاملة، كل عملنا تحديث للقوانين كلها قدمناها لمجلس الشعب علشان ان شاء الله يطلع بيها تشريع بتغليظ العقوبات، واغلبها عقوبات مادية رادعة. الاول كان القانون بيبقى فيه سجن وعقوبات مادية او احداه يعني دي او دي. الحقيقة برضو احنا عندنا رؤية ان احنا ما زلنا بنتكلم في تجارة، والتاجر اللي يوجعه فلوسه جيبه طبعا جيبه. ايوه فانا مش عايز اسجن تاجر، اسجنه ليه؟ هو مش بيشتغل في ممنوعات، لكن انا عايز اردعه بالفلوس. إيه تقصد ما بيشتغلش في الممنوعات اللي هو بيشتغل في الاقتصاد الرسمي مش الغير رسمي؟ فبالتالي انا النهارده انا عايز اعاقبه. طبعا لا، في هيبقى في برضه للاسف احكام فيها سجن، لكن الاحكام بقى الماديه رادعه بمعنى رادعه.